يعطيكم العافية. صح، نكمل الشرح مشان نعرف نوجد كيف الكيات. بس ملاحظة بسيطة، أنا إذا أنا بحل دائما معادلتين، إيش بحتاج الباقي؟ ببساطة لو طلب مني أوجد الرياكشن، أوجد الرياكشن مثلا، أوجد Q8. Q8 إيش هي حسب الرسم اللي عندي؟ Q8 اللي هي الرياكشن العمودي لواحد للسبورت الأول. أنا بروح بطبق المعادلة اللي اسمها Q8 تساوي K8 1 Q1 D1. Q1 معي بوجدها زائد K 8 2 D2، والباقي بصفر لأنه D3 ولا D8 0. فأنا بكون موجد هاي موجد هاي ومعي D1 و D2، فبوجد أنا من خلالها رياكشن 8، بوجد من خلالها رياكشن 8. فمشان هيك الكيات راح نوجد لكل ترس، ولكن بالامتحان راح يطلب مني جزء معين، وأيام الجامعة كان يطلب بس منك المطلوبات من المعادلة، فإنه عادي يعني. بشوف إذا في أيام الجامعة سؤال عندي. كانه دقيقة شوف. كان بس إنه هذا حل سؤال سنوات، كانه هذا السؤال نفس اللي بالسلايدات، كأنه والله هسه شفت يعني صراحة انتبهت عليه. نفسه نفسه 100%، فهذا حله. هيك كان يطلب منه بالجامعة، بس الحين زي هي. هذا كان السؤال، برشا تبي تكمله صراحة. هي بتكمله، هيك كان الحل أيام الجامعة. طيب يعني ما كان يطلب رياكشن، بس إنه ممكن بعد الأونلاين يصير يطلب رياكشن، لأنه كان الدكتور دائما يكون عنده ظروف. طيب هسا عرفنا إنه المعادلة الثانية متى بستعملهم؟ بستعملهم لما بدي أطلب رياكشن. أما أول معادلتين هم اللي بيفتحوا لي الحل مشان أوجد الباقي. عشان هيك الطريقة بوجد الديسبيسمنت، بعدين من خلالها بوجد الرياكشن، مش زي الفورس ميثود بوجد بوجد الرياكشن بعدين بوجد الديفليكشن. طيب فاحنا حكينا عن الاحداثيات، بس حكينا عن الكيات. هسه نوجد عن الكيات، شو بتعمل؟ بتمسك كل منبر، بتمسك كل منبر وبدك تطلع له الكيات الثمانيه تبعاته او الكيات الموجوده فيه حسب مصفوفته. طبعا شو مصفوفته بتكون؟ دائما مصفوفته راح تكون 4 ب 4. ليش مصفوفته 4 ب 4؟ لانه المنبر الواحد، المنبر الواحد عليه فقط 4 قوى، يعني جوينتين. مش حكينا المصفوفه دائما ابعادها الجوينت ضرب 2؟ طيب المصفوف للترس كامل عباره عن عدد الجوينت للترس كامل ضرب 2، فكانت مثلا 4 جوينت في 8 ب 8. اما لما يكون منبر لحاله، المنبر لحاله عليه 2 جوينت، ف 2 جوينت 2 في 2 4، فابعادها هي 4 ب 4. ما عندي اكثر من هيك، مستحيل منبر واحد يكون عليه 3 جوينت وجوينتين اي وجي او جي واي. هسه هون بحكي لك انه مهم الترقيم. انه انا مثلا انا عندي جوينت واحد وعندي جوينت 4، بدك تفرض اوريجين عندك، المرجع، بدك تفرض المرجع عندك 4 ولا 1. هسه ما بفرق معك بالحل، يعني بطلع لك نفس الجواب، بس بدك تكون مصحصح. كيف يعني مصحصح؟ هسه انا هون لو فرضت الاوريجين 4 هو الاي والاوريجين 1 هو الجين، يعني فرضت الاوريجين هيك، شو بحكي لك؟ بحكي لك كالتالي، لما بدك ترقم المصفوفه هاي مشان توجد الكي، مش حكينا كي 1 1؟ طب انا كي 1 1 هون راح تكون عبارة عن تقاطع بين الاكس والواي، بين هاي وهاي، مثلا بتكون هون K11، بجيب هاي القيمة. طيب فأنا هون بدي أرقم I و J، فشو بتعمل أنت؟ لو فرضنا هاي هي الآي، إنه أنا هون الأوريجين تبعي فرضته هو الجوينت 4، فبروح برقم إكس واي إكس واي، تمام؟ إكس كم الإكس هون عندي؟ 1. كم الواي عندي هون؟ 2. جوينت 1 جوينت 2 الكيو 1 كيو 2 بعدين 1 2، ترقمهم برا. بعدين هسه جوينت جي 7 8 7 8 7 8 زي هيك بترقم. فبالتالي بدي كي 1 1، فبالتالي هي كي 1 1 هي سي اكس تربيع على ال في اي في اي اي. طيب بس بقول لك شو سي اكس تربيع وشو ال، لا تاكل هم. فاول شغله الترقيم، فلو فرضت انا بجوينت هذا اي وهذا جي، طلعت لنفس الجواب، بس راح تشوف انه راح يطلع معك سي اكس تربيع على ال، بس لازم ترقم غير الجوينت اي هيو صح؟ بترقم 7 8، بتصير هاي ال 7 وهي ال 8. المنبر الثاني 1 2 1 2، ركز دائما اكس واي مش واي اكس بترقم غلط، 1 2 فكي 1 1 هيو برضه طلع سي اكس تربيع على ال. فما بفرق معك، بفرق معك انه اذا انت غيرت الاوريجن، شايف لازم تحط الاوريجن، بترقم من برا غير،
لانه هاي شوف بقول لك افرض الاورجن وين ما بدك، بس مهم تكتب له اياه ولا بتاخذ صفر. وفعلا اللي كان يقولنا اللي ما بحط مربع على رقم المنبر وعلى الاورجن دائره ويكتب لي شو الاورجن بحط له صفر، وفعلا طلاب كانت تاخذ صفر بالامتحان بسبب طبعا هاي الطريقه عليها 25 ل 30 علامه على تراس والبيم، يعني مع بعض تراس والبيم، فاحنا اولى فيهم هذول 20 علامه تروح تغلط فيهم بسبب الرقم، دير بالك بسبب انك مش كاتب هاي الخطوه. ماشي التصحيح شوي معقد، بس اذا انا كنت عملتهم انت هون جبت العلامه الكامله. فبالتالي انا كون الاي عندي جوينت 4 والجي هو جوينت 1، فبالتالي انا راح ارقم المصفوف 1 2 7 8 1 2 7 8. فك 1 1 انا بدي كي 1 1 من المنبر الاول وكي 1 2 من المنبر الثاني وكي 2 2 من المنبر الثالث زي هيك كلياتهم. فانا هسه بهاي المصفوف بدي اوجد كي 1 1 وكي 1 2 وكي 2 2. طبعا كي 2 1 و 1 2 نفس الشيء ما بفرقوا معك، يا هي 2 1 نفسها 1 2 سي اكس سي واي على ال سي اكس سي واي على ال. تمام تمام. فكيو 1 K12 K21 هم نفس الإشي. فيلا بنوجد K11. هسا ممكن يجي يحكي لي أوجد K88 للمنبر الأول، عادي هيا K88 للمنبر الأول CY تربيع على L. طيب هسا راح يقول لي شو CX وشو CY. CX هي كوساين الزاوية والCY هي ساين الزاوية. كيف يعني؟ منبر واحد هيو صح؟ هاي منبر واحد، لا هون نرجع للرسم الأصلية. هاي منبر واحد. هاي الزاوية ثيتا. كوساين الثيتا إذا هذا طوله خمسة اللي هو ثلاثة أرباع زائد أربعة أرباع تحت الجذر، فكوساين الثيتا هي راح تكون ثلاثة على خمسة، كوساين الثيتا راح تكون أربعة على خمسة. سي إكس في سي واي بتساوي 3 على 5 في 4 على 5 بتعطيني 12 على 25. سي اكس تربيع بتساوي 9 على 25. سي واي تربيع بتعطيني 16 على 25. هيك فانا اوجدت القيم حسب السؤال اللي عندي للمنبر الاول، كل منبر له ارقام ثانيه مختلفه. فهون انا بدي كي 1 1 حكينا الترقيم عندي زي هيك، فكي 1 1 هي سي اكس تربيع على ال، يعني 9 على 25 على ال طول المنبر هو 5، يعني 9 على 125. 9 على 125 هي قيمه الكي 1 1 من المنبر الاول، يعني هاي يعني هاي هاي 9 على 125. بالامتحان ما راح يعقدك الدكتور، راح يقول لك بس وجد المنبر الاول او احد النماذج يطلب التراست كامل. طبعا ما في ظلم، راح يكون بتحكي لي انا صاحبي اخذ طلب لاني اضطر احلهم الثلاث وانت اخذتهم هاي، لا هو راح يجيك سؤال ثاني طمع. يعني كلكم راح تكونوا بالتساوي، كلكم راح تكونوا بالتساوي. هسه بوجد كي اوجدنا كي 1 1 من المنبر الاول، شوف قديش طلعتها كي 1 1 925. تمام هسه مشان طريقه الجامعه، عشان طريقه الجامعه لاحظ الترقيم اوجدت القيم. طريقه الجامعه بقول لك مشان تحسب ال ال هو الاحتياثي لجي ناقص الاحتياثي لاي كل تربيع، الاحتياثي عن جي ناقص الاحتياثي لاي كل تربيع. طيب الجي عندي هو جوينت واحد والاي هي جوينت اربعه، بتروح على الجدول عندي هاي جوينت واحد هاي جي وهاي اي. بقول لك ال هو الجذر التربيعي لا صفر ناقص ثلاثه كل تربيع زائد اربعه ناقص صفر كل تربيع، فتسعة زائد 16 25 جذر 25 يساوي 5. وانا فعليا بقدر احله مباشره من الطول هذا. مش تقدر في فيثاغورس على السريع؟ في فيثاغورس على السريع، بس انه بالامتحان بايام الجامعه انا بقول لك الاونلاين شوف قديش الماده هاي بالاونلاين اسهل واضمن. بقدر احله مباشره في فيثاغورس بالاونلاين، والثيتا بجيبها زي ما عملتها قبل شوي، ولكن بالجامعه بدك تضطر تعمل له هاي الشغله انه توجد الاحتياثيات. و CX هي نفس الحد هذا بدون الجذر على L اللي أنت طلعتها، و CY نفس الإشي. فأنا شرحت لك إياهم على الكوساين والساين، حطيت قيامهم هون، حطيت قيامهم هون طبعا مضروب بـ AE. فبالتالي K11 من المنبر الأول هيها، K12 من المنبر الأول هيها، K22 من المنبر الأول هيها، فهي القيم أنا أوجدتهم.
هذا اللي انا حكيته ترقيم المصفوفه، فيها K11 K12 K22، وهاي القيم اللي انا طلعتهم زي ما عملتهم قبل شوي، وهي لاحظ انا طلعت كوساين الزاويه وساين الزاويه نفسها، بس سي اكس طلعت معي سالب. انا غلطت بشغله، شفتوا حكيت سي اكس سالب 3 على 5، انا حكيتها 3 على 5، هاي الثيتا لليسار، يعني الاكس، يعني انت تخيلوا قوه، تخيلوا قوه قوه هيك، فبالتالي الاكس سالب والواي موجب. انتبه انا هي خربطت فيها، بعتذر يعني. ننتبه انه هون الثيتا سالب، الثيتا سالب السي اكس يعني. فعشان هيك احل على هاي اضمن لك. تمام، نروح على المنبر الثاني. المنبر الثاني عمودي، هيو المنبر الثاني، هاي المنبر الثاني عمودي، جوينت 4 جوينت 2. فهي ايش انا عملت؟ اي هي 4 وجي هي 2، وعملت بنفس الطريقه، فطلع مع الطول 4 اللي هو طول المنبر 4 فعليا، يعني اصلا اذا طلع طول المنبر معك مش زي في ذا فورس او طوله 4، هيدا طول المنبر الثاني كم؟ 4. اعرف انه انت غلطان بشيء، يا بالاحداثيات يا بشيء معين. فبالتالي هاي 4، فبالتالي راح تكون فعليا كوساين ثيتا هي 0، كوساين 90 0، كوساين 90 او ساين 90. هسه كونه انا ماخذ الاورجن هيك من الاي لجي، يعني السهم لفوق، يعني ايش؟ 1. كوساين 90 1، بالتالي السي اكس هي 0، سي واي هي 1. فبالتالي المصفوف عندي زي هيك. هسه بدي K11 من المنبر الثاني 0، K12 من المنبر الثاني ربع، K22 من المنبر الثاني ربع، و K12 من المنبر الثاني 0. ننتبه عليها. تمام، من المنبر الثالث، المنبر الثالث هي الثيتا هون. بس اذا اخذت انا الاورجن اي هي 4 وجي هاي، فالسهم عندي فهي الثيتا، فبالتالي راح يكون نفس المنبر هذا، لا بيختلف، الثيتا هون 45، فالسي اكس هي 1 على جذر 2، والسي واي هي 1 على جذر 2، كوساين 45 عشان 45. صار زي ما عملت انا ولا لا؟ سي اكس 4 على جذر 2 30، شوفوا تطلع نفسها بس الزاوية 45 المفروض. نفسها 100%. 4 على جذر 32 هي نفسها 2 على جذر 2 وهي نفسها 1 على جذر 2. تمام؟ هاي نفسها 1 على جذر 2 هي نفسها 4 على جذر 32، هاي قدامك الآلة الحاسبة. وأصلاً الدليل لما ربعتها طلعت معي نص. طلع نص. تمام؟ تمام. فهيك أنا أوجدت المصفوفة. أنا شو بحتاج؟ أنا بحتاج بس هذول الأربعة صح؟ K11 وK12، فهي K11 K22 K12 طلعتهم طلعتهم. طبعا انتبه الكي مقسومة على ال المنبر، هذا المنبر طوله كم؟ 4 تربيع زائد 4 تربيع تحت الجذر اللي هو جذر 32. إذا أنه شو القانون عندي بالمصفوفة جوا؟ قانون بالمصفوفة جوا هو كوساين الزاوية تربيع على ال، كوساين في ساين على ال، ساين تربيع على ال. انتبه انك تقسم على ال. طبعا لاحظ لاني انا كل اللي رقمتهم هو الجوينت اللي عليه 1 و2، فكانت 1 و2 هي البدايه، كانت 1 و2 هي البدايه. فانا طلعت الكي 11 من المنبر الثاني والاول والثالث، واخر شيء جمعتهم، اخر شيء جمعتهم، هيني ها جمعتهم. طبعا ضربت باي اي فبيطلع معي هيك كي 12 كي 21 طلعتها هيك، طبعا عادي طلع معك رقم صغير لا تستغرب. وK22 بيطلع معي هيك، هذا هيك طلعتهم انا من ثلاث منبرات، بعدين بطبق على المعادلتين اللي اجوا بالبدايه اللي انا وجدتهم اللي كتبتهم بالبدايه، بيطلع معي D1 كذا وD2 كذا. D1 يعني الديفليكشن على اكس طلع معي موجب، والD2 طلع معي سالب، يعني بس لو بدي الرياكشن بحل على المعادلات اللي تحت الخط. هاي هي طريقه الستيفنس ميثود للتراس. طيب هسه انا بدي اعطيك ملاحظات حلوه وسهله وبسيطه، عشان شو؟ عشان لما يجيك بالامتحان، عشان لما يجيك بالامتحان تعرف لما تطلع K11 تعرف على اي منبر تاخذ بسرعه، وتعرف انه تضطر تحل التراست كامل ولا لا. طيب تمام، نيجي لهي الرسمه، الرسمه اللي بعطيك اياها بالامتحان.
فرضا طلب مني اوجد كي 5 5 للهول تروس، او بدي اجيك بالترتيب كي في شات اهلا زيد، هاي مسجلة ان شاء الله، وكله راح ينزل على اليوتيوب مباشرة بعد ما اخلص، وبجودة عالية ان شاء الله، مش مشكلة يا زيد عادي، معذور ان شاء الله، وان شاء الله بس الجمعة تكونوا موجودين يعني الطريقة الثانية. فهنا لو فرضا، الله يعافيك يا رب، يلا خلينا نكمل. لو فرضا اجاني بالامتحان حكى لي اوجد كي 5 5 من المنبر الاول، انا راح اقول لك هي مباشرة زيرو. راح تحكي لي ليش يا محسن؟ أقول لك بكل بساطة، امسك المنبر الأول، هاي المنبر الأول، هاي المنبر الأول، ها شو عليه قوة؟ عليه 1 و2 7 و8. شوف هاي من الأسئلة اللي بتنحل من أسئلة العشر ثمانية، شايفين 1 2 7 8. طيب لما بدي أجي أعمل المصفوفة، خذ الأورجين اللي بدك إياه، خذ هذا I، خذ هذا J. مش انت راح تحكي هاي هي 1 2، تحكيها 7 8، 1 2 7 8. طب وين 5؟ في 5 معك بالمصفوفة؟ لا، فبالتالي كي 5 5 0 من المنبر الاول، من المنبر الثالث نفس الشيء 0، فبالتالي بضل عندي كي 5 5 من المنبر الثاني بس. هيها 1 2 5 6، بتروح تعمل زي هيك 1 2 5 6، 1 2 5 6، فهي الجواب هو كي 5 5، فبدي هاي القيمة، هاي القيمة كم؟ هاي القيمة اللي تحت الخط سي اكس تربيع على 1000 كوساين الزاوية. طب شوف كمان كوساين الزاوية 0، كوساين 90 0، فبالتالي الجواب 0، بالتالي الجواب 0، بس هو صدف انه زيرو، لو فرضنا المنبر مايل ما بيطلع زيرو. فشفتوا الملاحظه اللي ممكن تيجي بالامتحان وتنحل برضه عن نظر؟ شفتوا شو هي؟ شو هي؟ هاي انه يطلب مني اوجد كي 5 5 من المنبر الاول، طيب المنبر الاول اصلا ما فيهوش قوه اسمها 5، معناته زيرو مباشر. طيب خلينا نلخص اللي حكيناه مره ثانيه. اوجدنا الديجري اوف فريدم، ممكن هاي عليها علامه، ممكن يجي عليها سؤال. أبعاد المصفوفة عليها سؤال، والكيو عليها سؤال، الكيو المعلوم يعني. الكيات عليها بحدود 3 أسئلة 4، الكيات طبعا هي على ترس وعلى البيم برضو أجمع زيهم، ترى على البيم كمان بيجي زيهم، مشان هيك أنا بقول لكم الطريقة عليها 25 علامة. اللي فاهم علي واللي فهم وراح يدرس ويحل الأمثلة هاي بإيده، اللي بالدوسية بالكتاب بالسلايدات، والله ما راح يندم. وشو اسمه الكيات عليها علامة، والديفليكشن عليها علامه. طيب هسه لاحظوا عشان نوجد الديفليكشن عند ممبر يعني عند جوينت 4، لاحظوا انه بدي اضطر استعمل كل الخطوات واوجد الكيات الاربعه، والسؤال راح ياخذ مني تقريبا 10 دقائق بس اذا كنت سريع كثير، يعني انا كطالب بدي احل هذا السؤال اوجد الديفليكشن باخذ مني 10 دقائق، بحيث انه اتجاهل التفاصيل الثانيه. كيف يعني اتجاهل التفاصيل الثانيه؟ فيش داعي اكتب المصفوفه كامله، هي اذا بدي اكون سريع بالحل واونلاين، يعني امتحان اونلاين وبدي احل السؤال بجي بكتب مباشرة هاي المعادلة، لأني أنا عارف عندي معادلتين، فبالتالي هيك عندي معادلتين. ثاني خطوة ما برسم الأوريجين وبعمل هاي السوالف، بس مباشر باجي لهون بشوف ساين الزاوية كوساين الزاوية، باجي لهون وبحل. يعني بحاول أكون سريع كثير، باخذ مني 10 دقائق، باخذ مني 10 دقائق. فلاحظ إنه طويل. لاحظ إنه طويل، هسا بقدر هذا الشيء أستبدل الديفليكشن بس، استوعب معي، ركز. الديفليكشن بس بقدر أحله عبر برنامج. المحبين البرامج واللي شاطرين بالتكنولوجيا بقدر احل برنامج الديفليكشن مباشره، اني اوجد قيمه 60.5 وسالب 41.9 على برنامج. يلا مع بعض تكتب على جوجل تراس 2D كانه هذا، هيو هذا، هاي الرابط موجود، واقول لكم ها اللي حضر الفيديو بيستاهل يوقفه، هيو على الشات واحد نشرت عنه بستركتشر اول مره، قناه ذكريات كذابه بعدها موجوده طبعا. شو بكل بساطه بتعرف البوينت اللي هي الجوينتات، نفس سؤال نفس الاحداثيات اللي حكيتها قبل شوي. بديش الاحداثيات جوينت 1، اقول لك على الاحداثيات، على الاحداثيات اكس جوينت 1
على اللي هو صفر وأربعة، فهيو هاي صفر وأربعة هون. joint two ثلاث وأربعة، joint three سبعة وأربعة، joint four ثلاث وصفر. فهاي اللي ترس عندي زي هيك، طلع كيف هيك شكله فعلا، مش هو هيك؟ تمام. بعدين بحط كلمة ترس، كلمة ترس عشان أرسم كيف شكل الترس بدك إياه، هيك وهيك وهيك. أنا هيك رسمته. ماتيريال، ماتيريال بتحطهم واحد. ليش واحد؟ مشان الـ AA تطلع معك واحد، مشان ما تستعمل بالحل وطلع لك ديفليكشن رقم. اللودز، اللودز أنا اللود وين موجودين عندي؟ موجودين عندي على جوينت أربعة. أنا جوينت أربعة شو سميته هون؟ أنا سميته برضو أربعة. اللود عندي 10 و20، فهذول الصفار ما بديش اياهم. جوينت 4 على الاكس 10 وعلى الواي 20، هاي لا سالب 20، فهي هيك. مش عارف ليش الرسمه مش كامل. تمام. السبورت وين السبورتات عندي؟ عندي على جوينت 1 و2 و3 كله بالنات، صح؟ لو 4 فيها رولر فبحط مثلا هيك. تمام تمام. شو بتعمل؟ ريزلت. فهي بطلع معي الديفليكشن على الاكس 60.36 وعلى الواي سالب 41.9. بسم الله بسم الله يا رب، نفسه ما انفضح نفسه اكيد. تمام. 60.5 مش راح تفرق عن 36، فرق تقريب بالكي طبعا. ولو طلب القوه بالمنبر، هاي قوه بالمنبر ان ان 1 اللي هي الحمراء هي سالب 2.3 يعني 2 كومبريشن، ان 2 هي 10.47 يعني تنشن، ومنبر ثلاث هي 13.95 تنشن. تمام تمام. وهي الديفليكشن وهي الرياكشن، مش في قلت لكم ممكن يكون هناك كيو 8 مثلا، هي ان 3 ما بديش ان 3 لا، هاي رياكشن رياكشن واحد سبورت واحد على الاكس هو سالب 8 وعلى الواي 11.6، جوينت 2 0 و10.47، جوينت 3 سالب 1.6 سالب 1.6. تمام تمام. طيب في شغله لسه ما شرحتها، اللي هي لو طلب مني اوجد القوه بالمنبر، ولكن على اساس انه احنا بالجامعه مش على البرامج، مش على البرامج. طبعا انا لو بدي اوجد الفورس مش الديفليكشن بقدر احله على البرنامج اللي احنا متعلمين عليه انستراكتور 1، ترسم وتحل. تمام تمام. ماليش فيه. تمام. هسه في شغله انه لو انا هاي مش موجوده بالشرح، انا ما اخذت لما انا نزلت الماده، ما اخذت لما بدي اوجد القوه بالمنبر يدوي. بقول لك لما بدي اوجد القوه بالمنبر يدوي بكل بساطه بدك تستعمل هاي المعادله، ال n للمنبر هي a a على l، l لمين؟ للمنبر. بعدين c x d1 c y d2 c x d3 c y d4، شو يعني x1 y2 y d؟ هاي اللي هي بكل بساطه تمسك المنبر هذا، طبعا نفس الشيء عندك i و j، الاي عندك هي 2 والجي عندك هي 1. فبالتالي هون شو الديفليكشن عندي، شو الفورسز عندي، شو هي الفورسز عندي؟ هي 6 و5 و2 و1. فبالتالي عندي هاي 6 عندي هاي 5 عندي هاي 2 وعندي هاي 1. فبالتالي وانا حكيت انه هاي الاي وهاي هي الجي، فبالتالي لما احكي AA على L، AA خليها على L، بعدين بتفتح قوس سالب CX، CX للمنبر هذا، CX للمنبر هذا كم بدها تكون؟ واحد، صح؟ ضرب D1، D1 شو قصده فيها؟ اللي هي اللي عند اللي هي اللي عند الجوينت الثاني، اللي هي اللي عند الجوينت البعيد، D1 اللي هي الجوينت البعيد، اللي هي D1، D1 انا طلعتها هي 7.924. بعدين سالب y، y كم؟ 0. بعدين زائد cx، cx نفسها 1 في d3، كم d3؟ 0، لانه انا عندي بس d1 و d2، d3 ديفليكشن 0. بعدين زائد برضه 0، فبطلع عندي القوه بالمنبر هي سالب 97.24 على l، l اللي هي طول المنبر. فهاي معنى القانون هذا، يعني مثلا هذا الجوينت زي هيك، بالتالي لما بدي اوجد الفورس بالمنبر ثلاث، هاي المنبر ثلاث، بحكي سالب 0.6 اللي هي كوساين الزاوية، يعني سالب هو حكي سالب هاي في دي 1. بعدين سالب 0.8 اللي نفس السي اكس والسي واي ما بتختلفوا، بس بيختلف عند الديات، اي دي اخذ باخذ الدي
دي مثلا دي 1 يعني انه الدي البعيد يعني هون هي دي 3 وهون دي 2 بدها تكون عندي يعني هاي والدي 3 راح تكون هاي والدي 4 اللي هي يكون هاي فبالتالي الجواب طوله 5 سالب 0.6 في دي 1 ولا هي حسب الاي هون في 5 انا خربطت بعتذر هون 5 6 يعني زي ما كنت ارقم اكس واي اكس واي حسب الاوريجن حسب الاوريجن بالتالي الجواب هون هو 1 في دي 1 زائد 0 فالجواب هو كذا برجع بعيدها مشان اكيد انا حسيتكم ما فهمتوش لان انا عجقتها شوي اذا بدي اوجد القوه بالمنبر بحكي اي على ال في سالب سي اكس وسي واي للمنبر زي ما هو بظل الديات الديات يعني الدي 1 يعني الاوريجن القريب يعني دي 5 دي 2 دي 6 دي 3 هي 1 دي 4 هي 2 لهون دي 1 هي 1 دي 2 هاي دي 3 هاي دي 4 هون هون هاي دي 1 وهاي دي 2 وهاي دي 3 وهاي دي 4 بس بوجد هيك القوة بالمنبر إذا خايف تنعجك عنا هذا الله يخلي لنا إياه عنا هذا الله يخلي لنا إياه طيب هاي هيك الستيفنس لتراس أتمنى أن تكونوا عرفتوها راح نبلش بالبيم طبعا ما راح نوقف الفيديو نوقف شرح ما راح نحل سنوات بس تورجيكم الأسئلة كيف يعني هنا طلب مني أوجد K22 for whole truss فبالتالي كونه 2 مشتركة بالمنبر هذا وهذا وهذا فبالتالي الثلاث لهم قيم فبحسب K22 من هون بكل بساطة الزاوية 3 4 فبالتالي كوساين الزاوية هي 3 على 5 3 على 5 تربيع هون بقسم على أقل من برا هون سي واي تربيع بتكون 4 على 5 كل تربيع هلا شو بتكمل هاي ثلاث أربعة هاي واحد اثنين أنا نفرض الأورجن هون فبالتالي أنا إيش بدي كي تو تو فبدي هاي القيمة هاي القيمة بوجدها وبحل فلاحظ إنه بحل أسرع والمنبر الثاني نفس الشيء والمنبر الثالث نفس الشيء إن شاء الله راح يكون في فيديو حل سنوات لحال يعني أنت لا تخاف إنه ما راح أحلهم بس بالفيديو لأن إن شاء الله راح ينحلوا هذول كلياتهم في الفيديو هذا طريقة الستيفنس ميثود نرجع نعيد لآخر مرة للترس ترقم او مرقم جاهز معك بالامتحان زي ما شفنا بالسنوات بتوجد الكيوات تكتب المصفوفات بعدين بتعمل الاحداثيات بعدين بتستعمل المصفوفات وبتخلص حد عنده سؤال اللي هون طبعا هذا مثال ثاني بنفس الطريقه لاحظ هون في عندي ثلاث ديفليكشن اللي هو رولر هون وهنا اثنين من هون فلاحظ انه الديجري اوف فريدم بترقم الديفليكشن اول فهي واحد هاي اثنين هاي ثلاث بعدين هون ايش؟ هون اربعة وهون خمسة وهون ستة فبالتالي هون عندي انا الثلاث معادلات للحل هيو طبعا لاحظ في ما عنديش قوة افقية فدي 1 0 كيو 1 0 كيو 2 10 وكيو 3 سالب 15 هاي الاسئلة ممكن تجيب الامتحان بظل اوجد هذول الثلاث بوجد كل منبر لحال باخذ كي 1 1 المنبر الاول المنبر الثاني المنبر الثالث بتحل وبس تخلص المعادلات بتطلعهم بيطلع معي دي 1 كذا دي 1 طلع معي 0 صدفه دي 2 كذا دي 3 كذا لو طلب مني اوجد الديفليكشن عند اوجد دي 5 بقول لك 0 لانه سبورت هذا كمان ترس ثاني من منبرين فقط من منبرين تخيل بس منبرين مش ثلاث منبرات وبين وبين فعندي انا عندي الفريدم هم الاثنين هذول فعندي معادلتين بحل بنفس الطريقه وبيطلع معي الجواب. طيب نيجي للبيم. نيجي للبيم يعني ان شاء الله معنا بحدود الساعه نخلص فيها البيم وزياده ونكون هيك شرحنا اخر طريقه بالماده اللي عليها 25 علامه بظل علينا نرجع ارجع بالماده نشرح الفورس ميثود والسلوب ديفليكشن والمومنت ديستريبيوشن. طيب البيم ما بيفرق عن التراس، كيف يعني ما بيفرق التراس؟ التوتال برضه الجوينت ضرب 2 تحكي لي ليش بحكي لك هون بتهمل القوه الافقيه يعني هون الرياكشن انا ما راح اعتبر عند رياكشن البيكست له قيمه زي هيك وله قيمه زي هيك ومومنت زي هيك بقول لك لا احنا هون احنا صرنا نعرف انه البيم معنا قوه افقيه بالتالي عليه هو فقط اكس عندي عليه واي ومومنت واي ما عندي اكس انتبه ما عندي اكس عندي واي ومومنت هذا هيك البيم فاول شغله التوتال نفس التراس عشان هيك شرحت لك التراس اول التوتال هو الجوينت ضرب 2 والرياكشن 5 فالفريدم هو 1 الفريدم هو 1 وين؟
اللي هو اذا هذا رياكشن وهذا رياكشن وهذا رياكشن وهذا رياكشن فالفري وهذا رياكشن فالفري اللي ضل هون اللي هو المومنت اللي هو الثيتا اللي هو الثيتا. فشو بتعمل بهاي الحاله؟ سهله الحاله هون بكل بساطه، انا بدي ارقم الترقيم كالتالي. الترقيم برقم المومنت اولا، برقم المومنت اولا، فبصير الترقيم 1 2 والباقي برقم زي ما بدي. انا عندي بس هاي اول. طيب المعادله بتختلف عندي هون، المعادله راح تصير عندي كالتالي: q ناقص q f تساوي k في d. هاي اول شغله بتختلف البيم عن التراس. طب هسه بالتراس كان في شيء اسمه q f؟ بقول لك اه كان في شيء اسمه. شو ال q f اللي كانت بالتراس؟ بقول لك بكل بساطه: load n on member. لود اون منبر بالعاده احنا بالترس حكينا من لما اخذنا من ايام الستك انه ما في لود على المنبر، فبالتالي هون زيرو فما اخذنا تاثيره. كمان تمبريتشر الحراره اهملناها اهملناها. في شيء اسمه لاك اوف فيت، هذا برضه اهملناها. ليش؟ هي التوصيل البراغي بين الجوينت بين المنبر، يعني عند الجوينت. هذول الثلاث هذول الثلاث كانوا بالترس المفروض اسمهم كيو اف، ولكن احنا راح نهملهم بالترس لانه غلبه. واللاك اوف فيت اللي هي نتيجه انه البراغي في براغي فبنتج عنهم لود بياثر علي الكيو اف، بس هذول بالترس محذوفين. فبضل عندي الكيو اف بالبيم. الكيو اف بالبيم فيكست اند مومنت او فيكست اند رياكشن. راح تحكي لي الفيكس اند مومنت والفيكس اند رياكشن ايش هم؟ هذا اللي اخذناهم بطريقه الستوب ديفليكشن ميثود، واللي راح يكونوا معك جاهزين هون. توصية الفيرست بتلاقيها، طبعا هم مدموجين مع بعض. اللي هم هذول. هاي قيمة الفيكس اند مومنت، هاي هي قيمة كيو اف. هاي قيمة كيو اف. تمام؟ طيب نرجع. البيم اول خطوه توجد الديجري اوف فريدم، وقيمه الديجري اوف فريدم هي الديجري اوف فريدم هي اللي بدي ارقمها اول شيء اللي هي الثيتا هون، فبرقمها يا هيك يا هيك. شو الافضل؟ رقم مع عقارب الساعه موجود. تمام كيو اف هسه كي بتساوي ناقص كيو اف بتساوي كي في دي. كي نفس الشيء نفس القوانين بس المعادله بتختلف تبعت البيم. تعتمد على طول المنبر بس ما بتعتمد عندي على كوساين وساين. الترقيم معطيك اياه بالامتحان. هسه هون Q1 هون كم؟ Q1 هون كم؟ زيرو، ما عندي مومنت بالسؤال. لو عندي مومنت بالسؤال بتكون قيمة Q1 لها قيمة. تمام. QF هي الفيكس اند مومنت، كيف يعني؟ الفيكس اند مومنت لهذا البيم هو هذا وهذا، اللي هو بيمين عندي بيمين. ففي عندي يكون عندي زي هيك حسب شو مرقم. مرقم انا هاي 5 فهاي كيو اف 5، مرقم هاي 6 فالمومنت اللي هون هو كيو اف 6، هاي 1 فبالتالي كيو اف 1 من هون قصدي كيو اف 1 من المومنت وكيو اف 1 من المومنت بجمعهم بطلع لي هو كيو اف 1. كيو اف 2 اللي هي الرياكشن هذا والرياكشن هذا بجمعهم، كيو اف 3 الرياكشن اللي هون، كيو اف 4 اللي هو الرياكشن اللي هون. طبعا لا تحكي هذا الفيكسين اند ديتيرمنت ما بقدر احله، اعطيتك المعادلات قبل شوي بالدوسيه اللي هم سالب دبليو ال تربيع على 8 وبي ال على 8 وفي عندي بي اي بي تربيع على ال تربيع، في عندي الرياكشن بيكون كونه منتصف او هاي ان كان اجت المومنت بقدر اجت الرياكشن بالستاتيك عادي. تمام برضه بنفس الطريقه بمد خط بمعادله الفريدم اللي عندي، فالفريدم عندي واحد فعندي فقط معادله واحده اللي هي Q1 ناقص Q F1 بتساوي K11 في D1 بس، والباقي صفار. D1 اللي هي الديفليكشن عند واحد اللي هي المومنت اللي هون اللي هي الثيتا، يعني لو طلب مني اوجد الثيتا للمنبر هاي الثيتا للمنبر. K1 من المنبر الاول ومن المنبر الثاني. Q F1 بدي اوجد Q F1 اللي هي كونه هاي عندي هون هذا اللي اسمه 1
هذا اللي اسمه 1، فبالتالي بفصل بين لقسمين، قسم زي هيك قسم زي هيك، هذا في عليه لود مستطيل، فبالتالي هاي هي Q of 1 من هون وعندي Q of 1 من هون وهي 16، فبشوف كيف اشاراتهم، اذا نفس الاشارات بجمع، اذا عكس الاشارات بطل، فهاي قيمة هي، هاي هي قيمة Q of 1، بوجدها من Fixed End Moment وبحل. لما اوجدتها بكتب هاي المعادلة، هاي Q of 1 هي طلعت سالب 4، فالصفر سالب سالب 4 تساوي K11 في D1، فبضل عندي اوجد K11، K11 حسب المعادلة هاي، وبرضه هون الحلو انه الكوردينات ما بحتاجهم، يعني طول المنبر ثابت اللي بشوفه بالوجه، فأنا عندي K11 فعندي منبرين، يعني المنبر الأول بفرض الأوريجن هون، فK11 اللي هي هسه هون برقم، هون شير ومومنت، يعني لما أرقم هون هذا الجوينت 1 صح؟ رح أرقم 5 اللي هو هذا، بعدين 6 هم، بعدين لما أجي هون برقم 2 برقم 1، بنفس الطريقة هون 5 6 2 1، فأنا بدي K11 قيمتها 1، اللي هي يعني 4 على ال، كم طول ال هون؟ المنبر الأول طوله 4، ف 4 على 4 هي 1. بعدين بروح على المنبر الثاني، هاي K11، برقم شير مومنت، شير مومنت، فهي قيمة 4 على 6 اللي هي فعليا حسب المعادلة المصفوفة هي 4 على ال، ال طول هذا المنبر هو 6، طوله 6 من السبورت للسبورت بنحسب هو 6، فهيك انا بوجد قيمة K11 بجمعهم، فتطلع معي D1 2.4، هاي معناها الثيتا 1. طبعا طلع معي بوزيتيف، لما تطلع معي بوزيتيف يعني زي كأني فارضها هون، فارضها هيك مع عقارب الساعة، فبوزيتيف حسب فرضي هون مع عقارب الساعة، لو الدكتور فرض لك اياها بالعكس هاي. هذا بيم ثاني، لاحظ هون الديفليكشن برضه عندي بس فقط ثيتا 1 هي المجهولة هيها، فبحلها نفس الطريقة، لاحظ هون Q of 1 هون هي Fixed End Moment، فهي Q of 1 سالب W على تربيع 16، Q of 4 سالب W على تربيع 2، Q of 1 4.16، فبتطلع مع Q of 2 Q of 3 وبحل. طبعا ما بحتاج Q of 4 Q of 2 Q of 3 إلا إذا بدي أوجد الرياكشن، يعني بستعمل المعادلات اللي تحت، فبستعملهم، تطلع معي K11 تطلع معي D1 سالب 5.2 عشان أوجد الرياكشن، بطبق المعادلات كاملة، بصفر طبعا فيهم ديات، فبحل بوجد الرياكشن، فهيك أنا بقدر أوجد الرياكشن. هذا السؤال مش مطلوب، بس بدي أجيك على ملاحظة بسيطة قبل ما نخلص، رح نفتح كمان زوم ماشي، بس ما رح نلحق نحله كامل بتوقع، يعني هون عندي المجهول هو فقط بس الثيتا اللي هون، أيوه لاحظ هو فرضها عكس عقارب الساعة موجب، هاي اللي أنا حكيتهم. فرشتها في مثال ثاني، ما فيش مثال ثاني، هاي المصفوفة المطلوب منك بالامتحان. طيب خلينا نفتح زوم ثالث بس نجيب استفسارات ونراجع بشكل بسيط. تمام تمام يلا ارجعوا جماعة، ما ضلش حدا أصلا، خلص لعد ما فيش داعي نرجع، يعطيكم العافية، نتفرج ريكورد.